لأول مرة منذ 6 سنوات سمحت إسرائيل بإدخال هذه الشاحنات المحملة بجزء من مواد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، خطوة لقيت ترحيبا فلسطينيا مع القول إنها لا تفي باحتياجات القطاع المثقل بدمار حربين. في حال منع سلعة واحدة نستطيع أن نقول بأن الحصار مفروض على قطاع غزة. المواد الإنشائية الجانب الإسرائيلي التي يمنعها هي تشكل 40% أو 50% من واردات قطاع غزة، فيجب على الجانب الإسرائيلي السماح بجميع السلع التي كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل عام 2006 وعلى رأسها الإسمنت والحديد. الحركة الجديدة على معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد الواصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وصفتها الأخيرة بتسهيلات تمنحها لسكان القطاع، لكن مراكز حقوقية إسرائيلية وفلسطينية اتهمت إسرائيل بترويج معلومات مخادعة عن حركة المعبر التجارية. الادعاءات الإسرائيلية بإدخال تسهيلات على الحصار على قطاع غزة هي غير حقيقية، فما زالت نسبة الواردات لا تتعدى 25% من الاحتياجات الحقيقية لسكان قطاع غزة، فيما لا تتعدى نسبة الصادرات 1.5% من الكمية التي كان يصدرها سكان قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية والعالم الخارجي. الخطوة الإسرائيلية سبقها بيوم واحد سماح مصر بعبور 20 شاحنة مواد بناء عبر معبر رفح مخصصة لمشاريع الإعمار القطرية. تجربة الفلسطينيين مع الحصار تقول إن إسرائيل تسمح بإدخال البضائع التي ينجح الفلسطينيون في توفيرها من مصر عبر الأنفاق أو معبر رفح، وما سوى ذلك الكثير مما لا يزال على قائمة المحرمات الإسرائيلية. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.